اتهم السفير الروسي لدى لندن ألكسندر يوكوفينكو بريطانيا بعدم التعاون مع موسكو في قضية العميل المزدوج سيرجي سكريبال. طلب يوكوفينكو بريطانيا خلال مؤتمر صحفي بإجراء تحقيق شفاف والتعاون مع روسيا ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية. السلطات البريطانية ليست مستعدة للتعاون معنا بشأن أزمة العميل المزدوج السابق سيرجي سكريبال، وبدلا من ذلك انطلقت الحملة المعادية لروسيا في بريطانيا. إنهم يتهمون روسيا بتسميم 3 أشخاص دون وجود أدلة على ذلك، ولا تزال لندن ترفض التعاون معنا، ولا يمكننا قبول ذلك، وهذا يقلقنا.